لا بيصحى بدري جدا، بيصحى الساعة 5، وبنتخانق ان انا ببقى صحي كايلة 7 للمدرسة، للنيرسري يعني او للحضانة، وهو فبيضيع لنا ساعتين في الالارم بيرن وانا بخبط عليه عشان يقوم بدل ما هي تصحى وانا اصحى. يا عيني يا اختي. فغلبان جدا. بعد التنمر عليها رامي رضوان بنت زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة. التنمر على بنت دنيا سمير غانم رامي رضوان يرد بقوة. السلام عليكم. لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. بعد التنمر عليها رامي رضوان بنت زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة. رد الإعلامي رامي رضوان على المتنمرين على ابنته كايلا بعد ظهورها الأول في عدد مسرحية أنستونا لدنيا سمير غانم، وقال رامي رضوان لبرنامج ذا إنسايدر بالعربية: مش هرد على حد الصراحة لأنه ما بديش قيمة للي بلا قيمة، والسوشيال ميديا للأسف فيها الإيجابي والسلبي، بس لما يكون إنسان نفسه ضعيفة ليه نديله أهمية نرد عليه ولا بشوفهم وتابع. بنت زي القمر ربنا يحرسها احلى واحده في الدنيا في عيون ابوها وامها، وده يكفي، حد شايفها حلوه او مش حلوه ولا يفرق معايا. وظهرت كايلا رامي رضوان ابنه الفنانه دنيا سمير غانم والاعلامي رامي رضوان للمره الاولى خلال عرض مسرحيه انستونا الذي تشارك فيه والدتها. التنمر على بنت دنيا سمير